ثقبتي الحجاب الحاجز. المنصب الأمامي يتوضأ أمام التعمور وخلف القص. المنصب الخلفي يقع خلف التعمور وأمام وجانب العمود الفقري. المنصب المتوسط يضم التعمور ومحتوياته، سواء الرغامة والقصبات الكبيرة والعقد المنصبية. على صورة الصدر الجانبية في نميز ثلاث مسافات. أول شيء المسافة خلف القص تكون مسافة نير أو مهوة، هي مسافة واحدة. المسافة الثانية خلف القلب كمان تكون مهوة وتكون نيرة. وعندنا النافذة الرئوية الأبهرية، وهي المسافة تتوضع بين قوس الأبهر والجذع الرئوي، طبعاً مساوي ثلاثة، هي أكثر شيء نشوفها في الطبقي. إذا النافذة الرئوية تتوضع بين قوس الأبهر والجذع الرئوي، النافذة الأبهرية أو الأبهرية الرئوية، قوس الأبهر والجذع الرئوي. وفي عندنا علامة العمود الفقري. شوف الفقرات تزداد وضوحيتها كل ما نزلنا للأسفل، وتزداد كثافتها وضبابيتها كل ما ارتفعنا للأعلى. ليش؟ لأنه الأنسجة الرخوة ظل الكتفين، العضلات القبطية تكون كثيفة بالأعلى، ويكون برانشيم الرئوي ضيق. بينما بقاعة الرئتين يكون جدار الصدر والأنسجة الكثيفة الرخوة ضيقة، وقاعة الرئتين تكون عريضة، وذلك يكون الأكثر شيء برانشيم الرئوي، وذلك تخترق الأشعة السينية بشكل جيد، وذلك تظهر حواف الفقرات في أسفل العمود الفقري بشكل أوضح. كل ما ارتفعنا الأعلى تزداد كثافتها. تمام؟ هلا بالنسبة لدراسة نوع المنصف. عند دراسة المنصف بالصورة تصدر جهة التفكير دوما بخمس نقاط. هل يوجد انحراف في المنصف؟ إذا فكر أول شيء، يوجد انحراف في المحور في المنصف، في المحور الطولي للمنصف. في الوضع الطبيعي كما نعلم أن يكون المنصف على الخط المتوسط. أي آفة ممكن تدفع المنصف أو تجذبه لجهتها، مثل الخماص الرئوي بيجذب المنصف لجهته، انصباب الغزير بيدفعه، الآفات الكتلية بتدفعه، التليف الرئوي بيجذب المنصف لجهته، نقص التصنع الرئوي بيجذب لجهته، فرط انتفاخ الفص الخلقي بيدفع المنصف للجهة المقابلة. النقطة الثانية، هل يوجد كتلة في المنصف؟ هل يوجد زيادة بعرض المنصف؟ وإذا كان في زيادة بعرض المنصف بدنا نميز هل ضخامة وعائية أم ضخامة كتلية؟ ولازم نميز هل يوجد ريح منصفية ولا لا؟ نشوف استنارات نيرة من الغاز حول عناصر المنصف. النقطة الرابعة، هل يوجد أذية وعائية مثل توسع تكلس قوس الأبهر، توسع جذع الأبهر، دم، كيسة تامورية للمنفذ؟ ونشوف كمان إذا هل يوجد في آفات قلبية مرضية، شوف إذا في ضخامة في قلبية، في غياب في أقواس القلب، في علامة الحوجلة، انصباب التامور إلى آخره. نجي على كتل المنصف الأمامي. من أسهل المقاربات اللي نشوفها بالصدر هي الأربعة تي. دائما نشوف آفة بالمنصف الأمامي يروح ببالنا أربع شغلات: تيموس، ثيرويد الدرق، التيراتوما، واللمفوما. واللمفوما التي لمفوما. إذا تيموما تيموس أو تيموما، الورم العجائبي تيراتوما، ورم الخلايا الليمفية تي لمفوما، وآفات الدرق ثيرويد. الموجودات الشعاعية على صورة المنصف الأمامي. على صورة الصدر بسيطة جانبية، زيادة في الكثافة منطقة خلف القص، ولذلك نقص من الاستنارة خلف القص. إذا تكتف في المسافة النيرة خلف القص. على الصورة الصدر بسيطة نشوف زيادة لعرض المنصف، أحيانا نشوف زيادة لعرض صفيحة جانب الرغامة، ونشوف تغير في حواف المنصف.
على صورة الطبق المحوري، طبعا الطبق المحوري هو جولدن ستاندرد، المعيار الذهبي لآفات الصدر بشكل عام. نشوف كتلة أو كثافة في المسافة خلف القص قد تمتد للمنصب المتوسط أو للمنصب الخلفي أو المتوسط الخلفي معا. أن الكثافة في صور الطبق قد تكون عبارة عن سوائل أو تنخر في الآفة الأساسية، أما الشحم أو الآفة المختلطة كيسية صلدة أو تعزيز المادة الضليلة بعد الحقن فتكون أقل كثافة. في البداية نطلب صور السلطة بسيطة لتحديد المعلومات الأساسية عن الآفة. بحال شكينا بآفة نطلب طبق محوري دائما يكون الطبقين مع الحقن، إلا بوجود مضاد استطراب كقصور كلية أو تحسس المادة الضليلة. شايفين هنا في آفة بالطبق المحوري لا تعزز المادة الضليلة، ممتدة المنصف الأمامي والمتوسط والخلفي. شايفين زيادة بعض المنصف، المنصف الأمامي ممتدة بس المنصف الأمامي. شايفين في زيادة بعض المنصف. شايفين هنا في صور بسيطة شايفين بزيادة بعض المنصف. وفي زيادة تشوه بحواف القلب في آفة حاجب قلب القلب. بالصورة الجانبية نشوف غياب المسافة المعيارية خلف القص الطبق المحوري، شايفين آفة كتلية بالمنصف الأمامي. كتل المنصف المتوسط على الأغلب طبعا هاي الليمفوما. كتل المنصف المتوسط الضخامات العقدية، كيسات تضاعفية، أموات الدم البهرية، الورم الدموي، هيماتوما، الأورام، نيوبلازم، وآفات المريء. الموجود طبعا آفات المريء يا جماعة يعني طبعا هي حالة حدية بين المنصب المتوسط والمنصب الخلفي، وقد تشاهدونها بعض المراجع الموجودة إنه في المنصب الخلفي. فالمريء موجود بالأصل بالمنصف الخلفي، ولكنه بوجود مجاور للأبهر خلف العمود الرغبي، خلف العمود الفقري، العمود الفقري بنية صلدة، وذلك الأوران تتجه للمسافة الرخوة، وذلك ويكون الشحم بين الأوعية، وذلك للمنصف المتوسط. الموجودات الشرعية زيادة كثافة منصبية تؤدي لتغيب الشرايين الكبيرة في الشرايين الأبهرية والشرايين الرئوية أو غياب ظل القصبات أو النحاء. أغلبية الآفات المنصبية تكون عبارة عن ورم قصبي أو ضخامة عقد لمفية منصفية. كتل المنصف الخلفي عادة تكون الآفات خبيثة على حساب المنصف الخلفي عند الولدان في السنوات الأولى من الحمار، بينما تميل للسلامة عند البالغين، وهي عبارة عن أسباب ثانوية سببها آفات عصبية مثل نيوروبلاستوما أو نيوروفايبروما أو شوانوما أو الورم العصبي الليفي جانجينيو نيوروما. الموجودات الشعاعية في الصورة البسيطة والطبق المحوري. في الصورة البسيطة نشوف علامة الحافة المضاعفة، نشوف آفة كتلية تصنع حافة مضاعفة مع القلب تدل على أنه هي آفة منصب خلفي، على عكس كثافات المنصب الأمامي اللي هي تمحو حدود القلب، هنا تعطينا حافة مضاعفة. قد نشاهد توسع المسافات الوربية الخلفية إذا امتدت الآفة بين الأضلاع، وزيادة حجم الثقوب بين الفقرات حسب توضع الكتلة. شايفين في أن الطبق المحوري، طبعا الطبق المحوري نافذة برانشيمية، شايفين أنها كتلية جنب الرغامة بجانب العمود الفقري. شايفين هون في أن الآفة تعتبر بالمنصب المتوسط،
بجوار الأوعية، الصورة اليسار متوسط، هنا صور الصدر خلفية أمامية تعطي منظر آفة لمستوى السرطان النسر، شايفين بين آفة مدورة لمستوى مبتسم الرغامة منقصبة، فهي كتلة منصف متوسط. الريح المنصفية أو تهوي المنصف. يا جماعة شو هذا الصوت؟ فالريح المنصفية مثل الريح الجنبية عبارة عن وجود رياح أو هواء أو غاز ضمن المنصف، ضمن المنصف. أغلب أسبابها رضية، إصابة المريء، أدرية المريء، تمزق الرغامة، أمراض الجهاز العصبي التنفس من الداء الرئوي الانسدادي والسكتف لانج ديسيز، أو الضغوط السنخية المرتفعة مثل النفاخ الرئوي أو انفتاح بعض الكيسات، وفي ريح عفوية ممكن تصير معنا. عادة ما تكون كثافات أو استنارات خطية سوداء مجاورة للبنى الوعائية والقصبية حول الأوعية. على الصورة الجانبية قد يكون هناك هواء أي كثافة خارج القصبة، وأحيانا يكون ضمن التامور. شوف لاحظوا الصورة، استنارة ضمن التامور حول القلب، لاحظوا استنارة حول القلب واضحة، شايفين واضح في أنبوب التهوي الرغامي. كثير ما يكون سبب الريح هو أنبوب أو الضغط المرتفع في حالات تهوي الرغامة، هون شايفين كمان في استنارة. كمان علامة ارتسام الحجاب الحاجز تحت القلب، شايفين دليل على وجود ريح منصفية. الطبق المحوري هو المعيار الذهبي. شايفين هنا نلاحظ علامة استمرار حجاب الحاجز الأيسر، دليل وجود ريح منصفية. شايفين استنارات نجفية موجودة بظل التامور والقلب. الآفات القلبية، أولا انصباب التاموري، يمكن أن يكون انصباب التامور قليل جدا، عادة ما يتطلب وجود أكثر من 200 ملي من السائل حول التامور يصبح مرينا إن شاء الله. إذا مثل ومثل انصباب الجنب لازم تكون كمية أكثر من جنب حتى تبين معنا الصورة البسيطة. نشوف هناك ضخامة كروية شاملة متناظرة تعطي علامة الحوجلة. نشوف غياب في ظل الأقواس القلبية عبارة عن قلب مثل الكيس المليء بالماء، وتر بتل أو الحوجلة أو القارورة أو الزجاجة. على الصورة الجانبية نلاحظ تضيق المسافة النهيرة خلف القلب وخلف القص بسبب زيادة عرض المنصف القلب. قد نلاحظ تحدد بحركة الحجاب الحاجز سواء بالإيكو أو بالتغيير الشرعي. شايفين علامة الحوجلة. الأماكن القصبية كثير حساسة، نشوف تأكيد تشخيص وتغيير حجم السائل، والأهم من ذلك ممكن نقيم الانصباب عن الدوران الدموي. شايفين هنا الصورة على اليسار، صورة خلفية أمامي لاحظ ضخامة قلبية وتناظر القلب بشكل الحوجلة، غياب أقواس القلب، انصباب التامور. ميزة هو عن الضخامة
الصورة على اليمين صورة جانبية توضح نقص المسافة خلف القص، ولكن هذا الكلام ما ينطبق دوما. إذا مشترط نشوف المسافة خلف القص، لأنه السائل اليمين بالسائل الجاذبية أن يكون غزير أكثر بالأجزاء السفلية، وذلك عمق القارورة يكون من الأعلى، ولذلك ممكن تكون المسافة خلف القص غير متأثرة. الضخامة القلبية موضوع كارديوميجالي كثير مهم، وكثير موضوع الأشعة حساس، وكثير المشعر يعطينا صورة شوية تعطينا حتى قبل المؤشرات بالإيكو. كثير أطباء القلبية يجينا مريض زلة تنفسية، عملوا أنا صورة بسيطة بالمعايير المعايير المعتمدة، 183 سنتي، شهيق عميق، خلفية أمامية، فأشوف حجم مشتل القلب السلبي أكثر من 50%، والمرض عنده زلة تنفسية، فعنده آفة قلبية. نبعث له طبيب قلبية يعمل له إيكو، لسه ما انكسرت المعاوضة، فلسه قلبه وعمل له بشكل جيد، فيقول لك الصورة طبيعية ما عنده شيء. وأنا شايف كثير من الحالات ما بيروح ما بيرجع، انكسر عنده المعاوضة، ويدخل قصور قلب أو فرط حمل وعاء قلبي حتى بعيد. وذلك كثير مهم مشعر القلب الصدري، مهم لتقدير الضخامة القلبية ونفي فرط الحمل وعاء القلبي. الأسباب: ارتفاع الضغط، القصور الكلوي، الآفات الصمامية، اعتلال القلب، فقر الدم الشديد، اضطرابات الغدة الدرقية، داء الأصدقاء الدموية، هيموكروماتوزيس، والداء النشواني. نقيس المسافة مثل ما علمناكم من أبعد نقطة من البطين الأيسر إلى أبعد نقطة من الأذين اليمنى، ونجمع من الخط الناصب مسافة A و B، ونقسمهن على أعرض منطقة من الصدر اللي هي منطقة قاعدتي الرئتين، لازم يكون أكثر من أقل من 50% عند البالغين، وعند الصغار حتى 60%. إذا أكثر من 50 يعتبر مرضي. الجدول التالي شايفين هون بالصورة، في أن حافة مضاعفة خلف القلب هي عبارة عن ضخامة اللذين اليسرى، وشايفين في وصول القلب حافة إيجابية ضلعية عند احتقان سري، تغير الجيب ضل الحافز الأيسر عندنا فرط حمل الوعاء القلبي. الجدول الثاني وضع كيفية تحديد الحواف المتوظفة خلال القلب. ضخامة البطين الأيسر، اندفاع القلب نحو الأسفل والوحشي. اندفاع قمة القلب نحو الأسفل والوحشي بالبطين الأيسر. ضخامة البطين الأيمن، حافة مدورة ومرفوعة نحو الأعلى. نشوف حافة مدورة مرفوعة نحو الأعلى. ضخامة الأذين اليسرى، تضاعف حافة القلب بالمنصة الخلفية تعطينا علامة حافة مضاعفة خلف القلب. بالنسبة لضخامة البطين الأيسر نشوف حافة القلب اليسرى تصبح مدورة أكثر، ابتداء المسافة خلف القص على الصورة الجانبية بالنسبة لضخامة البطين الأيمن، نتوضأ القلب المسافة الأمامية، إلى ابتداء المسافة خلف القص على الصورة الجانبية، نتوضأ البطين الأيمن من الموجود بالأمام، وذلك نشوف المسافة اللي خلف القص تكون أقل. بالنسبة لضخامة الأذين اليسرى
نشوف زيادة الزاوية الدارينا. تفرع الرغامة هي نفس نسميها زاوية الدارينا، تكون أكثر من 60 العادة انطباع على عمود الباريوم بالصورة المريء. قصور القلب الاحتقاني congestive heart failure. الصورة القلب الاحتقاني لعدة مراحل يا جماعة. المرحلة الأولى يكون سببه زيادة ضغط الشعر الوريدي بمقدار 10 إلى 20 ملم زائري. الموجودات الشعاعية، انقلاب التوعية الرئوية، الموجودات الشعاعية، انقلاب التوعية الرئوية، علامة تقدم الرأسي للأوعية. تجد دائما باسم الفئة الجاذبية، ارتسامات الوعي تكون بالنسبة السفلي، القاعدتين تكون أكثر من الأعلى. في هاي المرحلة نشوف كمان ابتسامات الوعية في النصف العلوي، شايفين النصف العلوي هاي ارتسامات الوعي، انقلاب التعويم توعي نسميه، شايفين في زيادة مشاعر القلب الصدري، شايفين في احتقان سري، تغير وجه بطل الحاجز. هاي المرحلة الأولى من قصور القلب. طبعا هون ما وصلنا لوجود الودمة السمخية، ما وصلنا لوجود السباب التامور. وهذه العلامة توجهنا إذا ما يعني زيادة تدفق الدم احتقان الدم نحو الجزء العلوي من الرئة، بينما في الحالة الطبيعية يكون هناك احتقان قاعدتين رئتين حصرا، وذلك عند أجزاء الصورة البسيطة بوضعية الوقوف وأثناء الشيء. هذه العلامة توجهنا لبداية حدوث قصور القلب احتقان، ويجب إجراء المزيد من الاستفسارات. المرحلة الثانية سببه زيادة الضغط من 20 إلى 25 ملم زائري، ضغط الشعر الوريدي، نسميه مرحلة الودمة الخلالية. هنا يزداد الاحتقان وتتوطأ السوائل في الخلال بين الأسماخ، انترستيتيال إديما، انترستيتيال إديما. نلاحظ فيها خطوط بيضاء رقيقة بسبب الودمة الخلالية معروفة باسم خطوط كيرلي. خطوط كيرلي درسناهم بالتناظر الخلالي A و B و C و D. شايفين بأن خطوط كيرلي B تكون عمودية على المحيط، تتوضأ في الأمام الخلفي. خطوط كيرلي A تكون مركزية بجانب القصبات الرئوية الكبيرة، خطوط كيرلي C موجودة في منتصف الساحة الرئوية، لا هي مركزية ولا هي محيطية. وخطوط كيرلي D تذكرون هي نفس خطوط كيرلي B ولكنها موجودة عمودية الحافة الخلفية للجنب، شايفة هنا صورة جانبية. المرحلة الثالثة من قصور القلب هي مرحلة الودن السمخية. السائل ينتقل للتجمع ما بين الخلال بين الأسناخ إلى الأسناخ، يكون ارتفاع ضغط الوريد الشعري 25 ملم زائد. نشوف وجود كثافات ندفية نتيجة تجمع السائل ضمن، وبهذه المرحلة بالذات نسميها هذه هون التناظر يكون خلالي
برانشيم، لأن وجود السائل ضمن الأسناخ وفي الخلال. وهنا لازم نميز مرحلتين، في مرحلة الودمة، ودمة الرئة، ومرحلة النزف الرئوي تكون بشكل الرئتين جناح الخفاش بشكل متناظر، وأحيانا ذات الرئة الفيروسية كمان مثل السارس والH1N1 تعطينا منظر مشابه. المرحلة الرابعة زيادة ضغط أكثر من 30 ملم زئبق بري، مرحلة ودمة الرئة اللي تتطلب عناية، وزيادة نشاط القلب الصدري، وهنا يكون في المرحلة الرابعة انسباب جلد. إذا ينتقل السائل يتوضع وين؟ من بين الأسناخ إلى الأجواف إلى الجنب. وأخيرا سننتقل للآفات المعوية. تسلخ الأبهار، تسلخ الأبهار aortic dissection، آفة إسعافية تعني تسلخ طبقات جدار الأبهار عن بعضها، بين طبقات الأبهار ظهرية. إذا تسلخ طبقات الأبهار عن بعضها وتشكل لمعة كاذبة يجري بها الدم، وهنا تناظر مارفان يكون أحد الأسباب، ارتفاع ضغط هو الأسباب بالأشعة، بعض التشوهات الوعائية الجسامية مثل تضيق منزف الأبهار والصمام الأبهاري ثنائي الشرج. الموجودات الشرعية بالنسبة لتسلخ الأبهار بصورة الصدر البسيطة نشاهد توسع الأبهار بسبب زيادة بعرض المنصف وضخامة قلبية معوضة، بالطبق المحوري مع الحقن طبقا نشوف تضاعف اللمعة في لمعة حقيقية في مادة قليلة غزيرة، ولمعة كاذبة في مادة قليلة غير غزيرة لعدم وجود جرائم فيها. ونستطيع التفريق بينهم من خلال كثافة المادة القليلة حتى تكون حقيقية أكثر كثافة. عند الشك بتسلخ الأبهار فإن الاستقصاءات التي تؤكد تشخيص الطبقة الأحيانية تعدد الشرائح والإيكو عبر المريضية الخبيرة. كل مريض يأتي إلى الإسعاف عادة يكون بألم منتصف، بألم يكون منتصف العمر في العقد الرابع لديه إسعاف ارتفاع ضغط مع ألم شديد جدا طاعن بشكل طعنة الخنجر بين الكتفين، وصورة صدر تبين وجود زيادة بعض المنصف أو يثير الشك القوي نحو تسلخ الأبهار. إذا أي مريض يجينا بألم ينتشر للظهر شديد ونعمل صور بسيطة نشوف في زيادة بعرض المنصب لازم نشوف في تسلخ الأبهار. تصنيف تسلخ الأبهار، أول شيء التصنيف الأول تصنيف ديباكي اللي هو القديم، النمط الأول نسبته 50% من الحالات تشمل الأبهار الصاعد والنازل. النمط الثاني نسبته 10% محدود بالأبهار الصاعد، والنمط الثالث نسبته 40% من الحالات محدود بالأبهار النازل. إذا النمط أول بالأبهار الصاعد والنازل، النمط الثاني محدود بالأبهار الصاعد، والنمط الثالث بالأبهار النازل ونسبته 40%. ستانفورد هو التصنيف الحديث، نمط A و B، نمط A 60%، نمط B 40%. النمط A يشمل الأبهار الصاعد والنازل، B محدود في الأبهار النازل فقط. النمط A خطر وعلاجه جراحي، ويتم إعلاق نقطة الدخول فقط، والورم الدوام في جدار الشريان سيتعافى ويزول. النمط B علاج محافظة بشرط ألا يشمل الأوعية النسائية أو الأوعية الكلوية. شايفين في تسلخ أبهار
النمعة التي موجودة مع البطانية هي النمعة الحقيقية true nominal، أما F الفالس النمعة الكاذبة. شوف كتبت الدم فيها أقل، شايفين في تسلخ الأبهرونة، شايفين في تسلخ الأبهر. النمعة الكبيرة هي النمعة الحقيقية، هذا نمطها، لاحظ تضاعف النمعة. أم الدم الأبهر الصدري هي آفة غير عربية، لا تكتشف إلا عند حدود أحد اختلاطاتها كالنزف، وعندها نجري صورة طبقة محوري تأكيد تشخيصنا. كمان توسع قطر الأبهر أكثر من 5 سنتيمتر هو معيارنا لنحدد وجود أم دم بالأبهر الصدري. إذا وجود توسع قطر الأبهر أكثر من 5 سنتي هو الحد الأدنى، يعني 3 سنتي. فإذا كان وجود بين 3 و5 يعتبر حالة حدية، ما نعتبره دم. أكثر من 5 يعتبر دم. الأسباب: التصلب الأصيلي، تروماتيك أرغوب، كونجينت، الأسباب خلقية، النخل الكيسي للطبقة المتوسطة، وأسباب التهابية الفرنجي وتناغم الفم. بصورة الصدر بسيطة نشاهد توسع الأبهار، زيادة عرض الأبهار أو قوس الأبهار. في الطبقة المحورية مع حقن مادة ظليلة كروية نطلب لزيادة التقييم كي نرى اللمعة ومقدار الثخانة على طول الجدار الداخلي. نشاهد زيادة قطر الأبهار أكثر من 5 سنتي. دائما تقييم الآفات الوعائية يكون بالطبقة المحورية مع الحقن وهو المعيار الذهبي. دائما اللمعة الحقيقية هي اللي تعزز المادة الظليلة، واللمعة الكاذبة تكون ما تعزز المادة الظليلة وتعززها ضعيف. إذا كان في تسلخ يكون أحيانا في خثرة في جدار أم الدم. الصدمة الرئوية كمان حالة خطرة، يجب التعامل معها بشكل إسعافي وسريع. الأسباب: حالات فرط الخطر كأدوية مناعة الحمل الفموية أو التهابات الأوعية الفاسكولاتس. بعض الأمراض المزمنة مثل دابجت، وتكون مثل جراحة سابقة أو حمل، عدم الحركة لفترة طويلة. قد تكون هناك خباثة مسطنة تحرض موضوع الخثار. الصورة البسيطة موجودات الشعاعية، بداية الحالة تكون الصورة البسيطة الطبيعية، بتطور الصمة قد نشاهد الانخماص الرئوي، انصباب جانب قليل، اتفاق بدل الحجاب الحادث، ارتفاع موضة. سنلاحظ ولاحقا قد نجد على ما يسمى حدبة هامبتون، وهي كثافة إسفينية محيطية تدل على الاحتشاء. عند حدوث الاحتشاء يوجد علامة أخرى غير حدبة هامبتون، وهي علامة فلاشينر، توسع لقطر الشريان الرئوي أكثر من 17 ملم، وعلامة وستر مارك، نقص تربية موضة. لما يصير في عندنا احتشاء ينقص الدفق الدموي بسبب وجود الصمة الرئوية. فإيش يعطينا نقص الالتهابات الوعية؟ يعطينا منظر وضاحة موضحة، هذه علامة وستر مارك. فلاشينر أو علامة الشريان الرئوي يكون قطره أكثر من 17، والجذع الرئوي يكون على كم قطر الجذع الرئوي طبيعي؟ أقل من 29. فهون يكون الشريان الرئوي قطره متوسع أكثر من 17، وقرن قطر الجذع الرئوي أكثر من 29 ملم.
دائما في تكنيك الصم الرئوي نشوف الصم الرئوي، نطلب طبقة محوري مع الحقن بالطور الشرياني الباكر 20 إلى 25 ثانية بعد الحقن، ونشوف أي انسداد. الموجودات الشرعية، صورة الصدر البسيطة حكينا عنها، الطبق المحوري، الاستقصاء الذهبي شايفين في عندنا الطبق المحوري، عيب الامتلاء واضع بالشريان اليمين، شايفين عيب الامتلاء الشريان اليمين الايسر والايمن، لاحظين اي حدا بتهمتون عبارة عن احتشاء اسبيني. وعلاقة السبب الجلد وكمان عيب الامتلاء، هي حدا بتهمتون. التشخيص الرئيسي للصم الرئوي والطبق المحوري، الثالوث الوصفي للصم الرئوية زلة ألم نفث صدري. إذا التشخيص الرئيسي للصم والطبق المحوري، قد نشاهد صمة، نشاهد عيب امتلاء، نشاهد صدر جلد، نشاهد حدا بتهمتون، زيادة خطى الشريان الرئوي، ونقص التروية المحيطية للمنطقة المحتشية. ارتفاع التوتر الرئوي، ارتفاع التوتر الرئوي كتعريف هو وجود احتقان جذع رئوي مركزي كبير الحجم مع عدم وجود احتقان محيط المرافق، وخاصة عندما يتجاوز خطى الشريان أكثر من 29 ملم. إذن ارتفاع التوتر الرئوي أكثر، يكون قطر الجذع الرئوي أكثر من 29 ملم أو أكثر من 3 سنتيمتر. الأسباب تشوهات قلبية، الصم الرئوية، الداء الرئوي الانسدادي، انفراد السلام التاجي، قصور القلب الأيسر. إذن التشوهات القلبية، فتحات بأنواعها بين مطينين، بين أذنيتين، والقناة الشريانية السالكة، الصم الرئوية كمان، الداء الرئوي الانسدادي COPD، أفارج السام التاجي، قصور القلب الأيسر. هذا هو الجذع الرئوي، هنا الشريان الرئوي أكثر من 17، وهنا يكون أكثر من 3 سنتي. عندما يكون قطر الشريان الرئوي أكبر من قطر الأبهر، لاحظين، يكون أكثر من قطر الأبهر الصاعد، فنحن أمام ارتفاع أفر التوتر الرئوي. شايفين بنظرة سريعة نشوف أن قطر الجذع الرئوي أكبر من قطر الأبهر الصاعد والنازل، المسافة الموجودة بيناتهم بين الجذع الرئوي والأبهر هي النافذة الرئوية. شايفين هنا في اتساع في الشريان الرئوي، نشوف تبارز بين سرة الرئة، العادة سرة الرئة لا تتجاوز هذا الشريان الرئوي، هذا هو الشريان الرئوي لا تتجاوز 14 أو 24 مليمتر. إذا تجاوز قطر الأبهر أكثر من 5 سنتيمتر فهذا يدل على مهدم، إذا تجاوز قطر أكثر من 29 ملم فأنت يدل على ارتفاع التوتر الرئوي، إذا تجاوز قطر الجذع الرئوي أكثر من 17 يدل على احتشاء رئوي. الخط الثالث مو الجذع الرئوي، الشريان الرئوي. الجذع الرئوي هو الجذع الرئوي الرئيسي، يتفرع على أيمن ويسار، هذا قطره حكما أقل من 29 ملم. الشريان الرئوي، صحوا لي المعلومة، الشريان الرئوي أقل من 17، يدل على احتشاء، يزداد بحالات احتشاء أو الصم الرئوية، وأيضا يزداد ازدياد ارتفاع التوتر الرئوي. الأشعة التداخلية
interventional radiology الأشعة التداخلية interventional radiology بالتركي جيرش مسال راديولوجي هدف الأشعة التداخلية هي مجموعة من الإجراءات بالاستعانة بعض الأجهزة وبعض التقنيات للحد من التداخلات جراحها التقليدية تقليل الحد الأدنى من التداخلات الغازية تقليل تعريض المريض لخطر الجراحة وخطر التخدير العام تقليل مدة الإقامة بالمشفى وتقليل تكاليف الاستشفاء المريض التخفيف من الألم الداعم للمريض بعد الجراحة مدة الشفاء تكون أقصر بكثير من الجراحة التقليدية المفتوحة في بعض الحالات قد تكون الأشعة التداخلية نهائياً عن الجراحة مثل القرحة قد تكون إجراء متمم للعمل الجراحي مثل المريض تداخل على صدره جراحياً فاختلط العمل بخراجة فيجرى تلفيم الخراجة بطريقة الأشعة التداخلية يمكن أن تستخدم دون جراحة نهائياً حيث تستخدم بالمعالجة الكيميائية صراحة الأشعة التداخلية علم واسع حالياً بالمشافي الكبرى قسم رئيسي قسم الأشعة التداخلية ومن أندر الاختصاصات يتم خاصة الفاسكولار راديولوجي يتم تصميم الأورام عن طريق حقن بارتكيلز مواد ترانسفيرز مواد صغيرة تسد نعمل إمبوليزيشن تصميم الشرايين المغذية الورم تصميم النقائل في الكبد بيعمل كويل تصميم أمهات الدم الدماغية بوضع كويل صفيحة من البلاتيني باختيارها وهنا نكون قدنا المريض من الخطر حدوث النزف الدماغي عفوي تصميم أورام الدم اللي فيها أورام الرحم اللي فيها وتصغيرها بدون عمل جراحي تصميم ضخامة البروستات الحميدة دون العمل العلاج نسد شريان البروستاتي المغذي بشكل انتقائي وذلك بنقص حجم البروستات بدون العمل الجراحي تعرفون عمل جراحي البروستات له مشاكل عديدة من ضمنها العنانة والسرس البولي تفجير بعض الخراجات أخذ خزع من كل أنحاء الجسم ممكن نعمل تفجير طرق صفراوية عن طريق الجلد ممكن نعمل حقن مواد مخدرة أو حالة للديسك القطني ممكن في حالات الدفتية خثال عميق يركبون مظلة للأجوف السفلي نعمل عبارة عن شبكة ركبها بالأجوف السفلي من شان حماية الرئتين من حدوث الصدمة الرئوية وانطلاق الخثرات من الخثال العميق نحو الصدر وأخيرا اختبر نفسك مع هذه الصورة الشرائية الله يعطيكم العافية محاضرة سلسة وبسيطة أحد عنده أي سؤال أحد عنده أي سؤال ولا نمتم مالو الشباب يا حكيم الله يعطيك العافية حد عنده أي سؤال كيف كان الامتحان العملي عندكم ألو
الله يعطيكم العافية. جماعة حد عنده أي سؤال؟ لا دكتور، يعطيك العافية، الله يجزيك الخير. السلام عليكم.